طيب نروح دلوقتي لأرض الملعب طبعا لسالة حامد، معاها عدد من اللقاءات الهامة بعد التتويج بكأس السوبر المصري لفتيات الذهب بالنادي الأهلي. اتفضلي يا سالة، سامعينك. من جديد طبعا برحب بيك يا مريم وبكل ضيوفك الكرام وكباتننا طبعا في الاستوديو وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يعني طبعا ببارك لك يا مريم، ببارك لكل جماهير النادي الاهلي، الف مبروك الفوز طبعا، ده اول بطوله هذا الموسم بالنسبه لفتيات الذهب، بطوله السوبر المصري لتاني مره على التوالي. وطبعا النادي الاهلي هو كان حامل اللقب الموسم اللي فات، ويمكن طبعا معايا واحده من نجوم النادي الاهلي في مباراه اليوم، وكمان يعني عامه واحده طبعا من نجوم فريق النادي الاهلي للكره الطايره طبعا، كابتن ساره امين. كابتن ساره طبعا برحب بيكي في البدايه على شاشه قناه النادي الاهلي والف مبروك. عايزه طبعا ابارك لك النهارده على المباراه، ويمكن مباراه صعبه، شفنا خمس اشواط ولكن الحمد لله كنتوا قدها وقدرتوا تفرحونا. الحمد لله احنا قدرنا نحافظ على اللقب، ما كانش ماتش سهل بالنسبه لنا، اولى مواجهتنا السنه دي بطوله على طول، ما فيش وقت ان احنا نعوض. كان السيزون اللي فات الموضوع سهل شويه انه احنا بنقدر نعوض وماتش وكده، لكن اول مواجهتنا السيزون ده ببطوله على طول. الحمد لله قدرنا ان احنا نلعب على نقاط ضعفهم، ذكرنا الفرقه كويس جدا، عملنا اكتر من محاضره، قدرنا نعرف نقاط ضعفهم، وكابتن ابراهيم طبعا من بره تعليمات طول الوقت. الحمد لله قدرنا ان احنا نحسم الماتش والحمد لله كسبنا. روح الفانيلا الحمراء وشخصيه النادي الاهلي يا ساره يمكن بانت في اخر شوط، شفنا قدرتوا تقدروا تعملوا كامباك، قدرتوا تاني تخشوا في المباراه، قدرتوا تفوزوا بالمباراه. الحمد لله طبعا الماتش كان في الملعب جدا، الخبره هي اللي حسمت في الاخر، قدرنا الحمد لله ان احنا في اخر شوط نبقى ليدنج الماتش، والحمد لله قدرنا ان احنا نكسب الحمد لله. بشكرك جدا يا ساره ومبروك، ومستنيين منكم اكتر واكتر الموسم ده طبعا. بارك فيكي، ميرسي ميرسي سلام. طبعا لقائنا يا مريم طبعا مع ساره امين، واحده من يعني نجوم النادي الاهلي في كره الطايره، والان عوده مره اخرى للاستوديو طبعا، الكلمه ليك يا مريم تفضلي. شكرا لك جدا.